بعد رحلة استغرقت ساعتين في الطائرة، وصل وفد منتخبنا الوطني إلى بيروت، وتم أخذ يوم الوصول راحة لجميع اللاعبين. وفي اليوم الثاني انطلق اللاعبون من الفندق إلى ملعب برج حمود لخوض أول حصة تدريبية، وكان الملعب منظما من قبل الإداريين والإعلاميين والالتزام بالقوانين الموضوعة عن طريق السلك العسكري اللبناني. ونتيجة عدم الالتزام تم إخراج أحد وسائل الإعلام والصحافة عن طريق المنسق الإعلامي طلال المحطب، وأوضح فيها بأنهم لم يلتزموا بالقوانين الموضوعة. أول شيء عبد الرحمن نسأل عليك وعلى مشاهدي قناة الثالثة، ونقول الحمد لله السلامة على فريقنا وصوله بالسلامة. المشكلة أن أنت عارف الإعلام وضرورة ترتيبة والقرارات الاتحاد الدولي والأسيوي بخصوص ما يتعلق بالشق الإعلامي وكيفية التعامل معهم، هناك تعليمات واضحة والكل يعلم ذلك سواء في الصحافة المحلية أو الصحف الأجنبية والعربية. للأسف أن أحد المصورين مراسل لصحيفة كويتية خالف هذه التعليمات، وبكل أدب قلنا ممنوع توقف المنطقة لأن عاند وهدد أنا أنتمي إلى الصحيفة الفلانية وأنت ما تعرف شنو الصحيفة. فللأسف لبناني الجنسية ويمثل جريدة كويتية يهدد مواطن كويتي، فما حبيت أدش معاه في مهاترات. طلبت من القوات المرافقة لنا إبعاده وتم إبعاده للأمانة، وكانوا جدا مؤدبين القوات الخاصة وقدموا هم اعتذارهم لأن هذا لبناني ويمثل لبنان. طيب باقي القنوات الكويتية اللي موجودة هنا أو اللبنانية شلون التزامها وياكم بالتمرين؟ بالعكس يعني الموجودين قناة الكويت الثالثة وقناة الوطن وقناة الدوري والكأس وبعض القنوات اللبنانية إضافة للمصورين والفوتوغرافين، الكل التزم من أول ما دخلنا الملعب بالتعليمات في المنطقة المحددة لهم وبعض طلباتهم لقاء الصحفية أو الإعلامية مع اللاعبين والجهاز الإداري والفني، وتم تنفيذ جميع طلباتهم. وكانت أجواء التمرين ممتعة لدى اللاعبين وخصوصا بحالة الطقس الجميل داخل الملعب، وكذلك الإداريين وعلى رأسهم كابتن أسامة حسين الذي شاهدناه يمارس الجري داخل الملعب مع الجهاز الإداري. طبعا الحمد لله الأجواء طيبة، يعني حتى أمس يعني طلعناهم فري على أساس ما يحسون، أنا يعني ما ودي اللاعب يوصل مرحلة المباراة أنه مضغوط نفسيا. احنا الحمد لله كنا ماشيين بسيستم انه ما نضغط اللاعب نفسيا، صدق المباراه مهمه وقويه، لكن ايضا التهيئه النفسيه وايد يعني عنصر مهم. فمن كذي امس خليناهم يطلعون يتعشون برا على اساس انه يطلعون من شويه من الجو، وان شاء الله من اليوم بدا التدريب. معنويات عاليه تشوفون كلكم شايف معنويات اللاعبين. ومن جانب الاصابات اوضح الدكتور عبد المجيد البناي مدى نوعيه اصابات اللاعبين بانها ليست بالاصابات الخطيره وبالسهولة التغلب عليها. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اليوم اللي هو أول حصة تدريبية دخلوا كل اللاعبين التدريب يعني بصورة شبه متكاملة. هناك بعض الإصابات البسيطة عند بعض اللاعبين مثل بدر، مثل فهد العنزي، مثل عزيز المشعان، هذه طبعا إصابات عادية وداركناها البارح واليوم إن شاء الله بالعلاج الكل إن شاء الله يجهز إن شاء الله. فيما عدا إلى الآن اللي هو يعقوب الطاهر أصيب في اللعبة الأخيرة مع ناديهم، والآن عند التواء في الأنكل على الناحيتين، أنا باشرت من البارح علاج وياه. وجاءت ردة فعل اللاعبين جميعا إيجابية معبرين عن سعادتهم بأجواء التمرين. ريت حدثنا عن الحصة التدريبية الأولى اليوم لكم. والله شوف سامر الرحيم، اول شيء نحمد اللاعبين على السلامه وصولهم هني، نحمد لكم تبع السلامه. والتمرين يعني في اليوم اول يوم يعني هات اللاعبين مثل الرهاق الطياره وما طياره وكذي، فاكر ان شاء الله نقدر يعني نتمرن بشكل جيد. الاجواء حلوه، الاجواء يعني تحمس حق المباراه. واذا نتكلم عن المباراه تكلم قبلها يعني اليوم احسن ان شاء الله. الحمد لله اليوم كان اول يوم تمرين، الفريق يعني على الاستعداد، معنويات جدا عاليه في اول يوم يعني نتمرن فيه في بيروت، يعني الربع كلهم جاهزين ونعد الجمهور ان شاء الله ان نقدم مباراه طيبه ان شاء الله. مثل ما تعرف اليوم خلصنا اليوم الحصه، واجي اربع حصص عندنا تدريبيه قبل المباراه. الحمد لله كل متفائل، شفت الفريق صار له فتره الفريق متجانس، مجموعه صايره احسن. الفريق الحين حاليا يعني منتخب الكويت استاز فترة يعني قبل مشاركات وكذي، الحمد لله تطور الفريق أكثر وقادرين على كل فريق نواجهه، ما عندنا أي صعوبة. ومنتخب لبنان يتطور أكثر من قبل، شفت مباراة لبنان فازوا على الإمارات وبين أرضه وجماهيره، وإن شاء الله قادرين ناخذ الثلاث نقاط تصير تصدر المجموعة إن شاء الله ويا كوريا بإذن الله، قادرين نستاز هالمباراة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا في اليوم الأول
على أمل أن نوافيكم بأهم الأحداث عن منتخبنا الوطني أولا بأول. بهذا الطقس الجميل وبروح معنوية عالية والإصرار والعزيمة والقوة لدى اللاعبين، الحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني كانت مخففة وممتعة في نفس الوقت. آمل أن تكون جميع الحصص التدريبية المتبقية خالية من الإصابات والظروف السلبية لدى اللاعبين والجهاز الفني. من ملعب برج حمود من بيروت كان معكم عبد الرحمن السيف لنشرة الأخبار الرياضية بيروت.